جمع العلماء على أن أهمية الغذاء لا تقتصر على بناء الأجسام ونموها والوقاية من الأمراض وعلاجها فحسب، بل في تأثيرها المباشر على عادات البشر ورسم معالم شخصيتهم وأمزجتهم. مؤخرا اكتشف العلماء حقيقة علمية مفجعة، هي أن بكتيريا الجسم هي التي تسيطر على سلوك الإنسان وطعامه وتتحكم في أرقى مخلوق متطور على الأرض وهو الإنسان. كيف ذلك؟ وأيضا كيف يكون هذا الشيء وتأثيره على الإنسان؟ سنتعرف على هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا الدكتور همام قنديل، استشاري أطفال ورضاعة طبيعية. أهلا ومرحبا بك معنا في سعد مساكم. الله يحييكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. بداية قبل ما ندخل في هذا الموضوع، نعم، إحنا كنا بفقرتنا اللي قبل مع المهندس حسين كنا بنتكلم على أنه كيف السيدة العقيمة أو السيدة اللي ما تزوجت أصلا، نعم، ممكن يصير عندها درن للحليب وأنه ممكن ترضع. نعم، هو في مشروع يسموه إرجاع الحليب. إرجاع الحليب ده ممكن أي سيدة حتى لو ما ولدت ما تزوجت حتى الجدة تأخذ في خلال شهر ترجع الحليب. يعني أنا عندي أم أصيل تبنى طفل من 4 شهور، وعندي حتى سيدة عمرها 74 سنة مرت ولدها شردت، وعندي سيدات كثير نشفوا 4 شهور و6 شهور. جدة كم عمرها؟ 74 سنة. 74 سنة وقدرت إن هي تدور حليب؟ رجعت حليبها ورضعت سنتين ما شاء الله. السيدة عندها الفيزيائية والأناتومي التشريح إنه تقدر ترضع ترجع الحليب. سبحان الله. الجهاز موجود، الهرمونات موجودة، بس تحفيز. التحفيز ده ياخذ شهر، وله قوانيني له قوانين آسف فيه موجودة في يعني يمكن ملفات أوزعها بعدين إنه كيف أرجع الحليب، بس الموضوع موجود وسهل، يعني نسبة نجاحه 98%. سبحان الله. ممتاز. أنت لاحظت شيء يا منى؟ ما شاء الله اليوم معكوس الأمور. إحنا مدعين هنا المهندس حسين قال هيجيكم دكتور بعد شوية، هو اللي يكون هو تخصص رضاعة طبيعية. لا هو تخصص رضاعة طبيعية، زي اللي ما شاء الله إحنا اللي بنتفرج صار في برنامجنا وإنتوا ما شاء الله اللي صرتوا بقابلك بتقابلوا بعض برا. وهذا نخش لموضوع حلقتنا، مصطلح الميكروبيوم. نعم. متى بدأت معرفته علميا وإيش هو؟ طيب هو هيبوقراط كان أول من ذكر إن والله الأصل الصحة في المعدة، وحتى الحكمة المعروفة اللي هي المعدة بيت الداء، وبرضو رأس الدواء الحمية. بعدين في 1800 في القرن 18 كان في بدأ يقول والله في جراثيم لو أنا قويتها تتحسن صحة الإنسان. كان في واحد عالم روسي ميتشنكوف، هذا كان في أيام الكوليرا بياخذ الكوليرا عشان يثبت أن والله مناعته تعتمد على الميكروبيوم حقه، وفعلا كان جربها على زملاء وكل ما كانت مناعة الإنسان كل ما صحته أحسن. من 2005-2008 بدأ العالم يتكلم كثير على الميكروبيوم، والآن صارت في الأفلام، صارت الأفلام العلمية. نعم. والهذا حضرت الفيلم الكرتون اللي كان بيتكلم عن الميكروبيوم. فالميكروبيوم باختصار لو حابين نتكلم عليه هو جراثيم، سواء بكتيريا سواء فيروس سواء فطريات سواء طفيليات، مجموعة من الجراثيم تعيش في جسمنا. لو حاولوا يعني لو تتصورها هي تقريبا من 5-6 كيلو موجودة في جسمك، موجودة في كل حتة، تتمركز أساسا في الأمعاء الغليظة. هذه الجراثيم يا تكون لنا خبيثة يا تكون لنا حميدة. أول ما تحصل عليها الإنسان بعضهم يتحصل عليها أثناء وجوده في بطن أمه لو جاء التهاب بنتقل عن طريق المشيمة، لكن أول تحصل ليها لما يحصل إيه؟ أثناء مروره الطبيعي القناة المهبلية والكرامة، بعد كده بالرضاعة الطبيعية، بعد كده بالتغذية السليمة، بالتطعيمات، تجنب الأدوية. يعني يا ربي انا احب شخص زي اسميهم زي الاشخاص اللي عايشين معنا او بالاصح احنا نتعايش معهم، عباره عن 200 تريليون خليه. يا الله، عدد مهول. وقبائل يعني يمكن 1000 قبيله، ألف مجموعه، مش بس شخص واحد بس، وفيهم كميه تغاير في الجينات بطريقه عجيبه. اثبت العلم انه انا لو ربيت هذول التربيه الصحيحه حستفيد كثير. فهذه الميكروبيوم باختصار جراثيم متعايشه وعايشين معها تقريبا 90%. رغم ان الفكر المبدئي الاول يجينا انه كيف نتخلص منها مش كيف نتربيها ونستخدمها. ما هي قاعده افكر وانت بتتكلم دكتور حضرتك انه هل ممكن خلاص احنا موجوده معنا من الولاده، يمكن كمان قبل الولاده انه هي بجسامنا. نعم. كيف نتعايش مع هذه الميكرو، كيف نقدر نخليها مفيده للجسم؟ ممتاز. يعني طيب غير اللي ذكرناه، يعني هو خلاص يعني الطفل لو كل اللي قلناه صار صحيح من ولادة ورضاعة من تغذية وتطعيمات
على الثلاث سنين خلاص يصير عنده الصبغة الميكروبومية لو نقول أو البصمة حقته. بعدها لو تبدأ تتدخل المغيرات الثانية، سواء والله بدأ يأخذ أدوية، سواء والله بدأ يعني يقول لك دحين مثلا أنا كشخص كبير أنا كيف أحسن الميكروبوم حقي. التغذية الأساس، يعني التغذية لو أخذناها بسريع لأنه ما فتحناها ما نخلص، الخضروات، الفواكه، الألياف. الألياف يعني زي الخضروات اللي فيها ألياف. أبعد عن الحاجات المضرة زي الأكل السريع، زي المضادات، زي الأدوية، زي الحاجات اللي هي ما لها فائدة زي السكريات. لما حتى سبحان الله الأكل بنفسية، الواحد سبحان الله من 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 السنة إنك تقعد مع جماعة وتسمي بالرحمن وتقعد مرتاح وتأكل قدامك، هذه لقون النفسية في الأكل برضو بتحسن الميكروبيوم. سبحان الله. فأنا لما أحسن الميكروبيوم بالأكل السليم، بالصحة السليمة، حتى الرياضة لها دخل في الميكروبيوم، حتى لما أنت تربي الميكروبيوم ده بعدين مش ينفعك كصحياً، ينفعك كنفسياً، حتى ينفع إنه يرجع بعض الأمراض المزمنة زي الألزهايمر وزي نقص يرجعها. يعني كثير حالات جربوها كان فعلا يا الإنسان كان عنده جرثومة مرة منيعة، أو كان عنده والله بدأ في مراحل دائمة من الألزهايمر أو أمراض قلب، وبتحاول نحسن الميكروبيوم رجعت الأمراض دي ورجع صحته في خلال 3-4 أشهر. ممتاز. التأثير لسلوكنا بشكل عام وتعاملنا كيف بيكون له علاقة مباشرة بشكل مباشر حتى في سلوكنا ممكن يكون. سمعنا يعني أنت من اللي قلته الآن بين إنه لي تأثير على الأكل، على الرياضة، والنفسية. على هذا وعلى النفسي. فكيف كمان حتى في سلوك الأشخاص؟ هذا واحد عالم بيقول لك يعني نفسية النفس ولا مخ الإنسان ونفسيته أصلاً هنا، يعني يمكن هنا الجهاز بس هنا البنزين حقه الكيماوي حقه. يعني مثلا في عندك ماده اسمها سيروتونين، هذه السيروتونين هذه مسؤوله حتى بيعملوا من ادويه على تحسين نفسيه الانسان ومزاج الانسان تبعه. ما تسمع المقال والله انا اليوم اكل شيء مزاجي مش رايق، نفس الفكره. انت لما تاكل هنا بتتصنع الكيماويات اللي بتشغل ده، فانت بتفكر هنا. بس احنا بنقولها على اساس انه متقل والله اليوم ما اقدر اطلع من البيت والله بدري. ايوه فاهم. لكن انه ونمت لكن انه حتى نوعيه الاكل والاكل النفسية ممكن تحسين الذكاء، تحسين الذاكره، حاجات كثيره. فحتى نفسيه الاطفال او الكبار تتدخل بالاكل الصحيح. يعني للاسف من الحاجات الكثيره دائما في العياده انبه الام الاكل السريع، هذا الخرابيط اللي في الشارع ولا في المدرسه حتى في البيت. يعني احنا عندنا الحلاوه هذه كلها للاسف ما تربي الميكروبيوم. الميكروبيوم دحين عندك شخص عايش هنا، لو انا ما اكلته كويس ودخل السكر بسرعه على الدم يبدا ياكل في الامعاء، يبدا يهتك في الامعاء، فلازم اكل الشخص ده عشان استفيد. طيب جميل جدا دكتور همام. الان في ثوره علميه لدراسه الميكروبيوم وزراعته، هذا كيف حيكون تاثيره على حياتنا مستقبلا؟ ايوه هذه بدات من تقريبا 10 سنين. تمام. اكتشف انه بعض في كان مريض قاعد يمكن 14 يوم على مضادات من اقوى المضادات ما عرفوا يحلوهم. فبداوا يفكروا ينقلوا الميكروبيوم، وانت بكرامه عارف الميكروبيوم يعيش في الامعاء الغليظه. تمام. فبداوا ينقلوا من بعض الاشخاص اللي مناعتهم قويه الميكروبيوم ده اخذوه ونقلوه للشخص ده من جسم لجسم؟ الله يكرمك. الافرازات من البراز الله يكرمك اخذوه ونقلوه للايه؟ طيب. عن طريق القولون، وفي خلال 3-4 أيام بداوا يلاحظوا تحسن. فصاروا يسووا بنوك في امريكا للميكروبيوم عن طريق الافرازات الموجوده. فهي الثوره كيف؟ انه فعلا نحن صرنا نستغل. يعني اتخيل في المستقبل حيكون عندنا ذا بنك من الميكروبيوم لعلاج المرض ده ومرض ده. شوف التطور الحاصل الطبي شيء فعلا تذهل منه انه كيف ممكن يتحول هذا الشيء من جسم لجسم. والمعلومات انا كان حتى كنا نصدم انه لا تغسل يدك بالصابون هذا ابدا. خطأ. هذا فكره حلوه الحكايه 99 بكتيريا. بالعكس واحده من العلماء اللي كانت تتكلم مؤخرا الاعلانات التجاره والله هي تقول لك عيش بوساخه. يعني ولا ما اخذ السنه لما يستريح شيء بسم الله تاكله. هذا العلم اثبت ان والله الواحد لما بلاش النظافه الزايده صح اكل صح اكل مزبوط واعيش ولا باخذ به بوساخه. يعني بلاش هو فعليا انا كنت بسمع دائما انه الطفل لما يكون خلاص دوبه بيرضع عادي خليه يلقط بكتيريا. هل فعلا صح انه هي مفيده للطفل؟ يعني مش للد تاكل لا فعلا تاكل بيدك تقوي مناعته. سبحان الله حتى الاكل باليد اليد دي فيها جراثيم هذه بتحسن الميكروبيوم مفيده. هذه مع اللعاب والكرام بتحسن الميكروبيوم. لما اكل من الارض والاكل يعني مش الارض الوسخه مره بس الارض الطبيعيه اللي بناكل فيها عادي. والدتي كانت تقول لي كنتوا تاخذوا وتروحوا وتطلعوا وتتوسعوا وتعملوا وما تمرضوا، انتوا اولادكم دحين مجرد ما هذا يمرض على طول. انا اكثر شيء ماكله كل شيء في الارض وانا طفله فالحمد لله المناعه. لا يعطيكم الصحه يا رب.
الميكروبيوم هل له تدخل مباشر في جهاز المناعة؟ طبعا. انت هنا الاشخاص اللي عايشين هنا لو انت حسنتهم بالتغذية السليمة وبعدتهم عن الأدوية بيمنع تكاثر الجراثيم الخبيثة. انا لما اخذ مضاد يعني دحين من المشاكل في حكايه لما اخذ مضاد قوي بصير عندي اسهال لكرمك وجراثيم خبيثه. لقوا بنقل الميكروبيوم السليم ده ولا حتى بساعد شيء اسمه بروبيوتيك بحسن حكايه الاسهال ولا الجراثيم الخبيثه. جميل جدا. طيب الان نصيحه شامله لي والايهاب. احنا جدا محظوظين انا وايهاب انه قديش من ناخذ البرنامج عندنا ثقافه عامه مطلقه من المعلومات. لا فعلا معلومات من المشاهدين انه انا كيف من منزلي اقدر اني احول هذه الميكروبات او البكتيريا لشيء مفيد من مطبخي ومن منزلي لي ولعائلتي. طيب دائما اقول لاطفالي حلاوه شوكولاته فيش فاشله، الحاجات المعلمه البروسيس، اي حاجه معلب، اي حاجه في كيس تمام، اي حاجه انه والله الاقيها جاهزه، المرتديلا والحاجات الجاهزه، حتى الجبنه، جبنه بيضه بلاش جبنه صفراء والمسايحه ومدري بلا، كتر الخضار. يعني انا في البيت ام جميل عندي كل والله في كل طرف حتى طبق خضار وطبق فواكه، يعني خضروات والفواكه الالياف. اساس الاكل هنا الالياف، الالياف مثلا الفوف والخس والحاجات دي هذه اساسها. احنا شعب رز ودور لحم هذا خطا، يعني الرز لانه بنهضم بسرعه ما يلحق الميكروبيوم يستفيد. اللحمه حتى مو مفروض كل يوم لحم، يعني مره مرتين في الاسبوع. اركز على الحاجات الالياف، طولت عليكم بس هي لا بالعكس نبغى ناخذ اكبر كم من المعلومات لانه بيتابعونا امهات يبوا يحموا اطفالهم ويحموا ازواجهم هم ويقووا هذه المناعه، فنبغى نعرف هذه الاطعمه تاثيرها فعلا في حمايه اجسامنا. مفيده هي مشكلتنا الاطعمه، يعني احنا قسمت ثلاثه حاجات، الاطعمه الادويه والبروبيوتيك. البروبيوتيك اللي هي جراثيم حميده، هي طبعا موجوده في الرضاعه الطبيعيه، موجوده في جسم الانسان. جميل. هذه اللي هم بداوا يحاولوا يصنعوا، يعني غير نقل الاكلمك الافرازات المعويه صاروا يسووا زي اكولات تلاقيها حاجات طبيعيه موجوده فيها زي ايه؟ زي البروبيوتيك اللي هي جراثيم الحميده. ماشي، فهي حكايه التغذيه قلناها والحكايه الادويه، يعني الادويه بس اركزها بسرعه، المضادات الحيويه. ممتاز. مضادات الحموضه، لان الحموضه دي كويسه عشان الميكروبيوم، لما اشيل الحموضه بضر على الجسم. ممتاز. ادويه السخونه عاليه زي بلاش اقول اسامي بس القويه، مش الحاجات البرستامول القويه، هذه برضه بتدور الميكروبيوم. دكتور همام انا عجبني مره طريقه وصفك بصراحه لهذا، انه خليته شخص بنتعامل معاه وخليته ناس احنا زايرينهم مش هم زي صح. فتوعيه الناس مؤخرا كده في جمله تجدها كافيه عن هذا الموضوع ولا يحتاج توعيه لها؟ لا والله لسه عندنا احنا شعب ناكل خطا ونستعمل ادويه كثير ونستعمل صوابين كثير للاسف الشديد. نعم. فهنا نقول ان نركز على الاكل ونقلل اللحوم والرز وما نغسل يدنا مره كثير، يعني 99% هذه انا نفسي افهم هذه ال 1% اللي بتنجو ايش وضعها يعني. هي لا بالعكس يعطيك الف عافيه دكتور نورتنا وشكرا لهذه المعلومات اللي قدمت لنا. دكتور همام قديل تشرف. استشاري اطفال الرضاعه الطبيعيه، شكرا جزيلا على هذا اللقاء والمعلومات الجميله والمهمه، واحنا كان يبغى لنا بس يكون شخص معنا هذا الميكروبيوم يكون ونحطه تحت المجهر يكون معنا. يعطيكم العافية مشاهدينا الكرام، إن شاء الله سنعود لكم بمزيد من التقارير الجميلة وأيضا ضيوفنا بعد الفاصل، ابقوا معنا.